وقت خروجي من العمل كنت في كانت بعد كورونا، ووقتها كنا نقضي وقت كثير في البيت، والوقت اللي كنت أقضيه في البيت كنت أشتري نباتات كثير وأكاثر النباتات اللي عندي، فأتحول البيت إلى غابة في هذه الفترة. ففكرت على طول وقلت ليش ما يكونش مشروعي في النباتات اللي هو أصلاً شغفي وعندي معرفة كبيرة فيه وعندي خبرة كبيرة فيه من سنين. بعض الأوقات أختار زوايا اللي فيها النباتات عشان أعزف فيها موسيقى، ومش عارف إذا النباتات تسمعني، مش عارف إذا النباتات مستمتعة بعزفي، ولكن لما أعزف أرتاح نفسياً، ولما أكون مرتاح نفسياً أعرف أعتني بنباتاتي بصورة أفضل.